أهلا بالأصدقاء الصغار، قصتنا اليوم هي عن إيمان ومسابقة القصص، وأيضا عن عدم كثرة الكلام والتشويش على الآخرين، فإن كثرة الكلام لا تفيد على الإطلاق. فاسمعوا القصة. إيمان عمرها 7 سنين. لا تتوقف عن الكلام أبدا، في البيت، مع الجيران، في الشارع، في المدرسة، وحتى قبل النوم في السرير. لديها أخبار وحكايات لا تنتهي، حكايات وأخبار وقصص. لا تتعب من الكلام الكثير ولا تهتم لرأي الآخرين. إيمان لا تستمع لأحد، صغيرا كان أم كبيرا. يا إيمان لا تتكلم كثيرا، لا تستمع. إيمان اسكتي قليلا، اسمعي يا إيمان. وفي يوم أقاموا في المدرسة مسابقة جديدة، مسابقة القصص. فرحت إيمان وقالت لنفسها: أنا أكثر من يتكلم في الصف، هذه المسابقة لي، سأربحها بسهولة وبكل تأكيد. بدأ الأولاد الآخرون يستعدون، يستمعون إلى القصص ويتحضرون للمسابقة. البعض يسأل أهله عن قصص التاريخ، والبعض الآخر يقرأ قصص الأساطير. أما إيمان فكانت مستمرة بكثرة الكلام والتشويش، الحكي الحكي بلا فائدة، معتقدة أنها بذلك ستربح المسابقة، خصوصا أن المسابقة في اليوم التالي. فماذا حدث؟ هذا ما سوف نعرفه غدا. فإلى اللقاء. إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.